الناس في آلامها أشباه أحياء، وجه لها لكنه وجه بلا ماء. الناس في آلامها أشباه أحياء، وجه لها لكنه وجه بلا ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، طبعا اليوم حطينا الرحال في أحد المحافظات الجنوبية وتحديدا في منطقة فقيرة. اليوم جمعنا أكثر من 20 عائلة، أغلبيتهم عوائل أيتام، ويعني وشفنا الوضع مالهم حيل تعبان، فهذه جمعناهم في هذه الحسينية المباركة، حسينية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فجمعنا مجموعة طيبة من عوائل الأيتام، اليوم راح نقدم لهم مساعدات عينية ومالية. الحقيقة اليوم حلقتنا هي برعاية الأخ الطيب لواء صادق أبو جعفر من بغداد العراق، اللي بعث 20 بطانية مع مبالغ مالية للعوائل. كذلك عندنا أخونا الطيب دكتور خالد أبو محمد من دولة الكويت، طبعا عندنا مبلغ بسيط للمواد الغذائية، فإحنا ارتينا أن جبنا به لحوم، ذبحنا له ذبيحتين لحوم. أيضا راح نوزع كل عائلة إن شاء الله راح تحصل على 1.5 كيلو لحوم أغنام إن شاء الله. ودعواتكم اللي حاضرين معاي للناس الطيبة اليوم المتبرعة، الأخ أبو جعفر وكذلك دكتور خالد، تدعو لهم بالصحة والخير والتوفيق. وكذلك لديهم أمات تقرون سورة الفاتحة بثواب أماتهم وارحامهم بهذه الأيام المباركة، ونحن نعيش في الأيام الفاطمية. فإذن أعزائي المشاهدين نتواصل معكم لكن بعد هذا الفاصل. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجر، ولو تداولها 40,000 إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض فمن يتكفل بعلاجه؟ ومن يقطع ألمه؟ ومن يعيد لهم الحياة؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها 40,000 إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض، فمن يتكفل بعلاجهم؟ ومن يقطع ألمهم؟ ومن يعيد لهم الحياة؟ أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح نتواصل ويا عوائلنا الطيبة. حجي السلام عليكم. السلام. شلونك؟ إن شاء الله زينة. شو أخبارك أمي؟ والله أخبارنا تعبانة. والله. هاي أول شيء. حالتنا تعبانة. حاطين بحواسي. وعندنا مرضى. والله. أنت عندك أيتام؟ إي والله عندي أيتام. كم واحد؟ 2. خطية. وانا حالتي تعبانه. ومريضه. عندك بنيه مريضه؟ اي والله بالصرع. بالصرع. ايش قد عمرها؟ عمرها بالثلاثين. بالثلاثين سنه. انت امن؟ انا ام علي. اعزائي المشاهدين، ام علاوي تناشدكم وتقول عندي بنيه بها صرع عمرها 30 سنه وتسكن الحواسم. الحواسم وما ادراك ما الحواسم. طبعا ام علي وصفه لبيتك من بانينا؟ من تشينكو؟ من بليه؟ والله تشينكو ويخور. اي والله. وهذا البريد اي والله بالضيق. حتى هذا الهيتر ماكو. الله يكون بعونك. أيوة. الله يساعدك. احنا اليوم راح نعطيك هاي مساعده ماليه. نعم الله. وايضا راح نعطيك لحم وبطانيه ان شاء الله. نعم حتى الله. يدفون ان شاء الله. استريحي حجيه. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. ايش خيرك؟ انا مره ارمله صاحبه ايتام 5. الله يخليك. اي وحالتنا يعني قاعدين ببيت ايجار. نعم. حالتنا ضعيفه وعندي بنيه يعني هم بدايه حول. طالب. يعني عيونها؟ اي عينها. بالمدرسة ولا مو؟ اي بالمدرسة بالثاني متوسط. اي. وما عندي امكانية. كم طفل عندك انت؟ 5، 3 بنات و2 ولد. اي. اي وقاعدين ببيت ايجار، يعني ما عندي امكانية، حتى انا مريضة ما اقدر اروح للطبيب. شخيرك انت؟ انا عندي سوفان وفقرات. الله يكون بعونك. والله والله. امن انت؟ ام كاظم. اعزائي المشاهدين، ام كاظم نفس الحال، لان احنا اليوم جمعناهم من مكان تعبان جدا. يعني هذا المكان والله عظيم، البيئة مالته تعبانة، الوضع ماله مأساوي. يعني المي ماله اللي منطقة صاعد متر، هسه الشوارع انتم شاهدتوا بنشرات الاخبار، العالم كله غرق وخاصة العراق، لان مجارينا كلها زبل، كلها قواني، كلها ما اعرف ايش دابين بيها، فما يمشي المي يعني حتى. فوين طاح بهاي الناس الفقرة؟ وهي اصلا بيوت تعبانة، ويا ما وقعت بيوت عليهم، ويا ما وقعت هذا. يعني ليش احنا العراقيين يصير بينا هالشكل؟ ما نلحق البلدان المجاوره مالها. شو نفطنا ما شاء الله، خيراتنا ما شاء الله، بس احنا شنو تنقصنا الايادي الامينه وتنقصنا اللي ما نقدر واحد يقودنا الى نقول شاطئ الامان يعني يعبرنا ويخلصنا. شو ما شاء الله يوميه تطلع لنا سالفه. فايام كاظم ان شاء الله سهله. الله ان شاء الله نوقف معاك ان شاء الله ونوقف وياك. الله يخليك. حجيه السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. يقولون حجيه تعبانه. اي والله تعبانه حيل. ورمله وكشي ما عندي بس رحمه الله ونعم بالله. والله وصفي لي بيتك من وين بانينه؟ هنا بيتنا بنهم هنا يم اللي إيه هنا بالعماره. هنا بالعماره. اي والله تعبانين كشي ما عندنا. عندك ايتام انت؟ لا انا ما عندي ايتام. وانا يتيمه كشي ما عندي بس رحمه الله وكشي موجود ان شاء الله. الطيبين ما يقصرون ويانا يا حجي وياك. هاي لك مساعدة مالية من الناس الطيبة. إن شاء الله استريحي. السلام عليكم حجي. عليكم السلام. خليك الحمد لله. خيرك أمي. والله أنا عندي غدة ومفاصلي كلش تعبانة، صاحبة أيتام وظروف صعبة وما عندي شيء، ما عندي معين. أم أنت؟
أم مصطفى. أم مصطفى كم طفل عندك؟ عندي 7. زين شلون معيشتهم هاي؟ والله بعد هم منا ومنا الناس الطيبة، وراتب رعاية عندي 150 بالشهر. شوفني يكفن هذا؟ لا والله ما يكفن. شو يكفن؟ المدرسة هذول أطفالك؟ إيه أصغر واحد عندي هسه بالأول متوسط، واحد بالثالث. نعم. والله العظيم تعبان، الغدة قال جاي تخنقني مفاصل تعبانة وما أقدر أراجع. أنت أم من قلتي لي؟ أم مصطفى. أم مصطفى ترين الناس الطيبة يسوي لك هسه عملية الغدة؟ لا هسه آخذ علاج قالوا لي، يعني مال هو مال الغدة. إيش ترين من الناس الطيبة؟ والله أريد بس يعني فشي بسيط أراجع بي للدكتور. هاي لا أكثر. شو من حالك يعني؟ إي والله. ان شاء الله طيبين ما يقصرون وياك. يقولوا لي كل شهر شهرين وانا سنتين يلا اروح. صحيح صحيح اللي تحكينه صحيح. استريح ام استريح ان شاء الله طيبه وصحه وسلامه. حجيتنا شلونك؟ الله يسلمك. شلونك؟ شو اخبارك؟ والله ما عندي شيء عمر مولا، عندي تاني بيته طايح علي. شلون طاح بر البيت؟ ليش طاح؟ بلوكات مفطرات. اي والله. وعيشتك شلونها؟ عيشتي هاي داب رح داب زرع داب حلال كل شيء ماكو بس رحمه الله. بالولايه ترين ايش تزرعين؟ زرعين خضرة شيء؟ كل شيء ماكو. كل شيء ماكو. هي الفلاحين شردوا انه متى ترجين تزرعين؟ اي والله ما امن. والله نسوي. ان شاء الله يا انت امن. ام حسين. ام حسين تقول عندي امني يكون ازرع ما طول عندنا هواي ماي ما شاء الله غرقان الشوارع. كل شيء ماكو لاقي عن لا حلال. يلا هاي ام حسين مساعدة ان شاء الله. مشكور. حجيتنا السلام عليكم. عليك السلام. شكرا يا اختي. ان شاء الله الله يعينكم ويسعدكم. واحنا يعني هاي العراقيل امراض ما تخلص. هواي امراض وهواي شو اسمه لو اريد نعدد. صحيح والله والوضع تعبهم. وانا عندي ايتام مر ارمله. الله يخليهم لك. احنا اليوم جمعنا الايتام حصرا. انت امن امن ام احمد. ام احمد كم يتيم عندك ام احمد؟ 4 عندي. الله يخليهم لك. هاي ام احمد مساعده. شكرا مالية. فاذن اعزائي المشاهدين انا راح اوزع المبالغ الماليه وان شاء الله راح نوزع البطانيات واللحوم على العوائل المتواجده وياي، وان شاء الله نعاود ان شاء الله بعد التوزيع ان شاء الله راح ايضا نشكر انا من الناس الطيبه اليوم اللي وقفوا معاهم، وان شاء الله نتمنى من الجميع ان يقف مع هذه العوائل الكريمه اللي بحاجه الى دعم ورعايه الجميع ان شاء الله. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق،
ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل اللي شاهدتوا به توزيع البطانيات 20 بطانية على 20 عائلة أيتام اليوم المتواجدين وياي، وأيضا وزعنا اللحم ووزعنا المبالغ المالية. طبعا نعيد ونكرر، المبالغ المالية والبطانيات من أخونا لواء صادق أبو جعفر من بغداد الحرية، هو وزوجته الله يحفظهم، عندهم بنية أيضا شابة توفت، وبثواب والدي وبثواب أرحامه. تقرون سورة الفاتحة ودائما تندعوا له بالخير والصحة والتوفيق. واللحوم من أخونا دكتور خالد من دولة الكويت، الرجل هو قال مواد غذائية، فإحنا قمنا نشتري بهن لحوم أو مواد غذائية نضيفهن على الحلقات القادمة إن شاء الله. حجيتنا طيبة، شو تقولي للجماعة اليوم اللي دزوا هذه المساعدة البسيطة؟ نشكرهم وموفقين ويعطيهم العافية والخير ويستر عليهم. أنت كنت بحاجة إلى بطانية؟ أي والله. واللحم؟ هم محتاج. والفليسات كلها عازمت، كلها بعاستنا احنا ان شاء الله. اي والله كوني فوق دعواتك لهم الصحه والخير والتوفيق. اي والله والعافيه والستر ويستر عليهم للجميع ان شاء الله. رحم الله والديك ووفقهم. السلام عليكم حجي. عليكم السلام، طول عمرك ويحفظك يا يوم. اريد دعواتك. اي والله لابو جعفر ودكتور خالد ابو محمد، ادعي لهم بالصحه والخير والتوفيق. اي والله ادعي لهم بالصحه والخير والتوفيق ويعليهم بجاه كل من عدج. رحم الله والديك. اي والله ويحفظكم دائما يا يوم. رحم الله والديك حجي. دائما انتم دعواتكم للي يعمل عمل خير، اللي يقدم مساعده، نقول يرحم كل من بيرحم. رحم الله. اي والله يا يوم ويرحمكم وانتم. رحم الله والديك. استريح. نشكرهم على هاي المساعده والمساهمه لهم ويطول عمرهم. هم ناس يدعون دعواتكم. اي والله ان شاء الله. هم مو بس اليوم مساهمين، هم دائما يساهمون بالبرنامج ان شاء الله. وبس شنو محتاجين دعاء. اي والله ان شاء الله ان شاء الله ندعي لهم بالصحه والعافيه. عوائل ايتام فقراء محتاجين منكم الدعاء حتى الله يزيد خيرهم ان شاء الله ويقدمون اكثر ان شاء الله. اي والله رحم الله والديك. ندعي لهم بالصحه والعافيه. اعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع البطانيات واللحوم والمبالغ المالية اليوم على عوائل الأيتام المتواجدة ويانا، واليوم اللي جمعناهم من أحياء فقيرة جدا. طبعا احنا صادفت هذه الحلقة والآن يشهد البلد انخفاض جوي، أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية، ومن المرتقب أن سيول سوف تصل إلى المحافظات واسط ميسان البصرة قادمة من إيران. طبعا ان شاء الله الله يحفظ العراق ويحفظ شعبه ويحفظ ناسه. هذا بلد الأئمة الأطهار، اللي بلد الوحيد بالعالم اللي بيه 7 أئمة أطهار متواجدين بهذا البلد، وهم اللي حافظين العراقيين وحافظين الفقراء وحافظين الأيتام. أعزائي المشاهدين،
الناس اللي متواجدة وياي نموذج من آلاف أو ملايين الناس اللي تعبانة في عراقنا العزيز. أغلب الناس عندهم أيتام، طبعا حتى الأهل تخلوا من عندهم، يعني مثل إذا واحد عنده عمام كل من عليه بنفسه، ما أعتقد أكون مواصلة بيناتهم، ولا شيخ العشيرة يوصل يدق له باب فقير ويقول له يا باش محتاجين أنتم، وين صرتوا وين رحتوا، طارن تشينكوات العلبية وين راحن، السقف مال بيتكم مش محتاج، ثلاجتكم مش بيها، كهرباتكم. هم ناس قاعدين حواسم عايشين على المساعدات اللي يقدمونها الشباب ويقدمونها الناس الطيبة بين فترة وأخرى. أغلب الناس ما قدروا يسكنون هاي المناطق اللي تعبانة، راحوا سكنوا بإيجارات. الحكومة العراقية كل عائلة قاعد يطور عاية 150 ألف، 150 ألف وين تجي العائلة العدة ستة أيتام واللي هم بالمدرسة واللي هم ما عندهم راتب، يعني شاكلون شيشربون. الآن مراجعة الطبيب مع العلاجات تكلف كل واحد 400 ألف دينار، يعني ست رواتب يلا تسد مراجعة طبيب واحد، فباقي الناس اللي بغدة باقية من سنوات، المحتاج عملية صار لعشرين سنة ما يقدر يسوي عملية، اللي يعني أمراض عديدة ما يروح للطبيب، وتشوفون تراكمت عليهم الأمراض وتراكمت عليهم العوز، لكن هم دائما دعواتهم إلى رب العالمين حافظهم وحافظ أطفالهم. بين فترة وفترة نسمع بالأخبار والشيء المؤسف والمخزي، بلدنا قاعد تضيع أمواله، قاعد تروح أمواله. يعني قبل كم يوم هاي دائرة التقاعد، الموظف العراقي كان يعمل 40 سنة أو 35 سنة يطلع بتقاعد بسيط 400 ألف دينار أو 600 ألف دينار، لكن تجي عصابة تزوير ضم، للأسف الضم رجال قانون من محامات وموظفين بدائرة التقاعد يختلسون 30 مليار، يسوي الرواتب تقاعدية للدواعش. ليش هاي الأيتام والفقراء وين تروح؟ كان هاي 30 مليار وزعتوها على عوائل الأيتام. والناشد الحكومة الآن عندنا بس سجن الناصرية ب ما أدري يمكن 600 ألف إرهابي، تطونا دجاج وتطونا سمج وتطونا لحوم، وهاي عوائلكم كمية بطرزية ما عدها. المن مخلينا هذا اللي قتل أولادنا واللي قتل ناسنا واللي فجر واللي قتل الناس الأبرياء، ومخلينا تعرفون عليه وموفرين له كل شيء، لكن شعبكم ما موفري له. إن شاء الله دعواتكم دائما بتعجيل ظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حتى يخلصنا من هالغمة اللي إحنا بيها. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة يدعوكم لمساندته في تقديم برامجه الخيرية والتي تقدم من على شاشة قناة المهدي الفضائية، بأن تمدوا أيديكم إلى نصرة الفقراء والأيتام من خلال الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة، هذه المخصصة فقط للمساهمات. الأرقام اللي الآن ظهرت على الشاشة مخصصة للتبرعات والمساهمات إلى برنامج القلوب الرحيمة. إلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها 40 ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض فمن يتكفل بعلاجه؟ ومن يقطع ألمه؟ ومن يعيد لهم الحياة؟ لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، سهموا معنا في إعادة الحياة لمن لا حياة له.
قصة الألم ترجمتها معاناتهم وقرأتها دموعهم وعايشوها لحظة بلحظة، فكانوا معها كما الظل يرافق صاحبه. معاناة وألم وحرمان وجوع وفقر، ساهموا معنا في إعادة البسمة لهؤلاء. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي.